جزء من واجهه المبنى. او زميلك اللي هو عاوز يشتغل في ملعب الكوره في الملعب بهذا الشكل وفي حواليه زي سور ثاني كده اهو. انا اتمنى ان انت ترفع ده. ماشي، لو انت عاوز تعمل ده تكمل بيه شغلك مش مشكله. عملته ما عملتوش، انما ده الاهم علشان تشوف الايه المباني تظهر عندي. هنعمل ايه يا شباب؟ هاجي اختار نقطه قصاد الواجهه دي بهذا الشكل وليكن مثلا نقطه A، وافترض احداثياتها الاكس والواي، ماليش علاقه بالزد. ليه؟ لان الزد دي كاني بتكلم على شبكيه، انا بتكلم على ايه؟ على شبكيه. الزد شبكيه او الجريد ليفلنج اللي انت عملتها، انما الاكس والواي انا بتكلم على ايه؟ على تفصيليه بحيث يبقى انت ايه اكتملت عندك الفكره وتقدر تجيب الاكس والواي والزد. يبقى افترض ان الاكس بتاعتها باي قيمه تعجبني وليكن مثلا 100 والواي بتاعتها بكام؟ ب 100. واجيب جهاز التدريج. واقف على النقطه ده اهي احتلها اعمل عليها، عارفين طبعا التسامت وضبط الافقيه. ولو في اي مشكله فيها تعال على طول واسالني او اسال المعيد اللي معاك هيقول لك عليها. وبعدين نبتدي وجه على اول نقطه. لو انا مسمي النقطه ده اهي 1 والنقطه ده 2 3 4 5 6 7 8 هبتدي اوجه جهاز التدوليت على النقطه الاولانيه اللي هي واخلي قرايه التدوليت بزيرو، اصفر الايه؟ القرايه بتاعتي. يبقى بقول ان الفا ايه الانحراف بتاعي اخليه بزيرو واقيس المسافه ده ايه؟ قيسها بالشريط، يعني هات الشريط وقيس بقى بمنتهى الدقه انت وزمالك معاك، حط الزيرو بتاع الشريط هنا وافرد الشريط لغايه نقطه 1 ده اهي، وهات المسافه دي بمنتهى الدقه اللي هي هتبقى في الحالات اسمها ال المسافه الافقيه الافقيه كانك بتقيس على الارض. انا لو عندي مبنى فيه ارتفاعات صعب ان انا اقيس كل اللي انا بقول لك عليه ده المسقط، المسقط بتقيس تحت على الارض كان بجيب الاوت لاين او المسقط بتاع الايه؟ بتاع المبنى. طيب خلاص، واروح لف الجهاز اوديه لنقطه 2. الالفا هتبقى بزيرو في الحاله دي ولا تتغير؟ لا هتتغير، هيبقى لها قيمه. وفي عندي ال 2، يبقى لو سمينا دي الفا 1 وال 1 والفا 2 وال 2 وهكذا بقيه النقط كلها. واسجل الكلام ده في جدول على جنب كده. اقول فروم نعم قراءات النقطه 2 نفس قراءات النقطه 3 لا اللي هي انت اول ما تغير الجهاز القرايه تتغير، الالفا تتغير والال هتتغير اهو. لو انا لفيت الجهاز كده وقعدت النقطه 3، هل المسافه دي زي المسافه دي؟ وهل الزاويه دي زي الزاويه دي؟ ايوه، هو انا لما اقيس مسافه من هنا لغايه هنا زي المسافه من هنا للاخر؟ لا اللي انا رسمه ده مش مباني بتاعي لو تنزل، ده مسقط افقي بتاع المبنى. يعني ده حدود المباني، كانك راكب طياره كده وبتبص على المبنى من فوق. ماشي؟ فاهو ده حدود المبنى، يعني كان ايه؟ بقول المبنى بتاعي كده اهو. ده البلان بتاعه. ماشي شباب؟ وبعمل لنفسي جدول كده بقول فروم تو ال الفا ال كوساين الفا ال ساين الفا اكس 1 فروم. احنا واقفين فين بالجهاز؟ فروم الايه؟ هي نقطة واحدة بس اللي انت واقف عندها. تو كام نقطة؟ واحد لغاية كام؟ 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. أنت بقى ترفع 10 20 30 براحتك خالص، خد وقتك زي ما أنت خلاص الإيه؟ يعني حتى أنت عارف المجموعة مثلا لو فيها 10 وكل واحد رفع نقطتين ها؟ أو